على وجه الأرض بقعة تهز المشاعر وتبتعث أشجان النفوس كهذه البقعة القريبة من شاطئ الفرات. فهنا في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة دارت واقعة الطف الرهيبة التي لم يخفت دويها حتى اليوم. وهنا في هذه المدينة دفنت أشلاء سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام، وذلك النفر الكريم من أهل بيته وأصحابه الذين ضربوا المثل الأروع في جلال التضحية وصلابة العقيدة عندما تصدوا بجمعهم المحدود لجيش نظامي قوامه 4000. الحسين عليه السلام غير قفر موحش، ولكن مثواه الطاهر أعاد الحياة إلى هذه الأرض المغفرة، فتقاتل عليها المسلمون من كل جانب، وأقام فيها من أقام، وظلت تتسع حتى آلت إلى ما هي عليه اليوم. الحسينية تأريخ موغل في القدم طرأت عليها خلاله تغييرات كثيرة، ولكن الباحثين مجمعون على أن عمارتها الحالية تعود أساسا إلى سنة 67 للهجرة. وتمتاز الروضة الحسينية عن سائر العتبات المقدسة بكثرة مداخلها، فثمة 9 أبواب خارجية تقابلها أبواب 9 داخلية تفضي إلى الحرم الطاهر. وقد زيد في عدد الأبواب الخارجية والداخلية لتسمح بتدفق أفواج الزوار الذين يفدون على ضريح أبي عبد الله الحسين عليه السلام دون منقطع، والذين ترتفع أعدادهم إلى 100,000 يوميا في أيام معلومة من السنة. ولا تختلف الروضة الحسينية في نظامها الهندسي عن غيرها من مراقد الأئمة في العراق، فهي مؤلفة من سور خارجي ذي طابقين وصحن يتوسطه الضريح الطاهر، وفي مقدمة الضريح شرفة كبيرة رفيعة الإمام تسمى الإيوان الذهبي، وفي وسط الإيوان يقوم المدخل الرئيس الذي يفضي إلى الأروقة، ومنها إلى الحرم الداخلي الذي يضم مرقد الإمام الشهيد. الحسينية من أجمل العتبات المقدسة في العراق وأحفلها بنماذج الفن الإسلامي الرفيع، فقد عني بها على مر العصور كثير من ملوك الشرق ووزرائه وأثريائه، وأتحفوها بكل نفيس من الهدايا حتى باتت متحفا لما أبدعته الحضارة الإسلامية من فنون الرياضة والزخرفة والتزجيج. ومن المعالم التي لا تبرح ذاكرة الزائر هذه التكوينات الهندسية الخلابة المؤلفة من قطع المرايا الصغيرة، والتزجيج من الفنون
التي برع فيها العراقيون وتفررت بها الأضرحة المقدسة في العراق. هذه الكتابات والنقوش البارعة على صندوق الضريح الطاهر المغلف بالذهب. الأبواب الثمينة التي صيغت من الذهب والفضة وحليت بالنقوش والآيات الكريمة. وتذهيب المنائر والقباب هو الآخر مما يميز أضرحة الأئمة في العراق، وهو هنا أحدث عهدا من المعالم الأخرى، إذ يعود تأريخه إلى أوائل القرن الثالث عشر الهجري. ويجدر بالذكر أن البلاطة الواحدة من هذا الغلاف تضم مثقالين من الذهب الخالص. والروضة الحسينية متحف للخط العربي بأنواعه المختلفة، ولا سيما الثلث، ويقال إن القرآن الكريم مكتوب بأكمله على جدرانها ومآذنها. وتتخذ ريازة الأروقة والسقوف والأواوين هنا أشكالا شتى، منها هذه الصينية في سقف أحد المداخل المؤدية إلى الصحن، ومنها ما اصطلح على تسميته بالمقرنصات، ومنها النمط الشائع الذي يعرف بالمتدليات. أما هذا النمط الذي نشاهده في سقف الإيوان الذهبي الكبير فقد أطلق عليه اسم الكاسات المقلوبة. وتكسى أرضية الحرم الشريف أيام الشتاء بأفخر أنواع السجاد، مما يتيح للزوار القادمين من أماكن بعيدة وقتا كافيا للصلاة وتلاوة الأدعية والتماس الراحة. وتضم الحضرة إلى جانب الحسين عليه السلام جل ضحايا فاجعة الطف، فهنا يرقد الشهيدان علي الأكبر وعبد الله إلى جانب والدهما العظيم، وهنا على مقربة من ضريح أبي عبد الله الحسين عليه السلام يرقد معظم أهل بيته وأنصاره الذين استشهدوا معه. هنا يرقد زهير بن القين ومسلم بن عوسجة وعبد الله بن عمير ونافع بن هلال وسويد بن المطاع وبقية أولئك الرجال الشجعان الذين وقفوا إلى جانب الحق وماتوا في سبيله. في الرواق المحيط بالحرم يثوي الشهيد حبيب بن مظاهر، وربما كان مثواه الحقيقي مع سائر شهداء الطف، ولكن بنات الحضرة
أرادوا تمييزه بهذا الضريح المنفرد لجلال مأثرته وعظيم بلائه في المعركة. وعلى بعد بضع مئات من الأمتار يرقد قمر بني هاشم أبو الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في ضريح يضاهي في الروعة والجلال ضريح أخيه الحسين. ويحدثنا مؤرخ واقعة الطف أن أبا الفضل قتل على ضفة نهر صغير كان هناك بعد أن قطعت كلتا يديه وهو يحاول فك الحصار وجلب الماء لأهل بيته العطاش. ويحتل أبو الفضل العباس بشجاعته ووفائه المأثورين وبما عرف به من بهاء الطلعة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، ويتوافد على ضريحه سنويا ملايين الزوار القادمين من شتى الأقطار لتقبيل ضريحه الطاهر والتماس شفاعته. والروضة العباسية أقل مساحة من الروضة الحسينية، ولكن تشبهها كثيرا من حيث التصميم المعماري، وتحفل هي الأخرى بالكثير من روائع النقش والزخرفة والتزجيج. ويتولى خدمة الروضة العباسية قرابة 130 شخصا توارثوا هذه المهنة جيلا بعد جيل، وهم جميعا موظفون يتقاضون رواتبهم من الدولة ويتمتعون بكل ما يتمتع به الموظف من ضمانات. تكتمل زيارة مراقد الشهداء في كربلاء إذا لم يعرج المرء على ضريح الحر ابن يزيد الرياحي القائم على مسافة بضعة كيلومترات من المدينة، وقد أعيد تعمير قبته منذ زمن قريب. ولهذا الرجل النبيل المقدام قصة جديرة بأن تروى، فقد كان قائدا من قادة جيش عبيد الله بن زياد، وعندما أيقن أن قوى البغي تنوي الفتك بحفيد رسول الله انتقل إلى صفه وقاتل بين يديه قتال الأبطال، وكان ممن قضوا نحبهم في ذلك اليوم المشهود. إن المرأة إذ يزور كربلاء اليوم لا يسعه إلا أن يلاحظ جسامة الجهود التي تبذل دون انقطاع بتوجيه من السيد الرئيس القائد صدام حسين شخصيا لوضع المراقد المقدسة في الإطار الذي يليق بها. وأول ما يسترعى انتباه الزائر هو هذا السور الجديد الباذخ الذي يبنى حول الروضة الحسينية بعد أن أزيلت الدور القديمة المتداعية التي كانت تحيط به. وفي معامل الكاشي الكربلائي ذات التقاليد العريقة يعمل الخطاطون والنقاشون بدأب لتهيئة المواد اللازمة لتجديد سور الصحن من الخارج والداخل.
من التدابير البارزة التي شهدتها الروضتان الحسينية والعباسية في الآونة الأخيرة، إكمال تبليط أرضية الصحنين الشريفين بأجود أنواع الرخام الإيطالي، مما أضفى عليهما روعة مضاعفة. ومنها كذلك إعادة بناء إحدى المنارتين في الحضرة العباسية وفق تصميمها القديم نفسه بعد أن تصدعت بفعل الزمن. ومن أجمل هدايا ثورة 17 من تموز هذه الواجهة والسقوف المعرقة بالذهب والفضة في الروضة الحسينية، وهذا نمط من الزخرفة الجدارية لا نظير له إلا في سقف قبة الإمام علي عليه السلام. العالم التي تستوقف الزائر في الروضة الحسينية هذه الأبواب الذهبية ذات النقوش الباهرة التي تتألق في الإيوان الذهبي وتؤلف امتدادا منطقيا للزخارف التي تكسو سقفه وجدرانه، وهذه الأبواب تعود بدورها إلى سنوات الثورة. ويصح القول نفسه على هذه الثريات الثمينة التي تتوهج في المرقدين الشريفين. ومن منجزات الثورة في الروضة الحسينية هذه المكتبة التي تضم فيما تضم قرابة 1000 مخطوطة نفيسة تم حفظها بعد أن كانت معرضة للتلف والضياع.
المدينة التي ضمت أكرم الشهداء وأبقاهم ذكرا على الزمن، تستكمل اليوم جلالها وروعتها في مجتمعنا الجديد الذي يهتدي بهدي شهدائه العظام ويستوحي مثلهم الإنسانية الرفيعة.